بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق في كتاب البيع، فما هو تعريف البيع؟ عند من عندك قايد؟ مبادرة مال بمال تمليكا وتملكا مع وجود التراضي. هل يشترط فيه اللفظ قوله بعتك واشتريت؟ كل ما أدى معنى التراضي أجزاء سواء كان بالقول أو بالفعل. قال المؤلف عفى الله عنه: مسألة، هل يحصل البيع بالمعاطاة من غير كلام؟ ما معنى بالمعاطاة؟ ذاك بعضنا كل يعطي الآخر، هذا يعطيه المال وهذا يعطيه السلعة. قال: يصح البيع بالمعاطاة لا سيما في الأمور الحقيرة، لا يزال عمل الناس على ذلك، كأن تأخذ السلعة وتعطيه ثمن السلعة فيصح البيع بالمعاطاة. قوله مجرد التراضي، التراضي لا بد أن يكون من كل من البائع والمشتري، ويكون أيضا من جائز التصرف. وقولنا من جائز التصرف خرج بذلك الطفل الذي لا يميز والمجنون، وخرج السفيه الذي لا يحسن التصرف، كمن يبيع أشياء مرتفعة الثمن بأسعار زهيدة جدا، كأن يبيع ما يساوي الألف بالمئة أو الخمسين الريال، لكن إذا باعه لك بما يقارب 700 ريال مثلا، فهذا يحصل فيه الغبن اليسير ويتغاضى فيه. وليس كل من ادعى أن عنده سفها يقبل منه إلا أن يشهد الشهود على سفهه. مسألة، هل ينفذ البيع إذا لم يعط المشتري البائع المال؟ الجواب: يصح البيع إذا تراضوا على ذلك، أن يقول سأعطيك الكتاب بألف، قال اشتريته، أعطيني الكتاب وسأعطيك المال بعد ساعة مثلا، فتم البيع والمال في ذمته إلى أجل ساعة. لكن إذا حجز البائع الكتاب وقال ما أبيعك حتى تعطيني المال، في هذه الحالة ما تم البيع، لأن هذا معلق بسبب حجزه للسلعة، فصار بينهما تواعد فقط أنه سيبيعه، وينبغي أن يوفي بوعده. مسألة، لو جاء شخص يريد سلعة كانت لشخص قبله بوعد فقط وأعطاه سعرا أكثر من الأول، فهل له أن يغير؟ يعني البائع هل له أن يبيع للثاني وجد شخصا سيعطيه أكثر، وهو اتفاقهم على الأول عبارة عن وعد فقط. الذي عليه أهل العلم أن له أن يغير، لأن هذه عبارة عن مواعدات ما قد تم البيع بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذا كان له أن يفسخ قبل التفرق فكيف بمجرد الوعد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فكيف بمجرد وعد؟ لو كان قد باعه وأخذ المال إلى يده ثم بنفس المجلس قال: ما أريد أن أبيعك، خذ مالك، له أن يرجع ما دام في المجلس، فالمواعدة من باب أولى، وإذا وفى فهو أحسن، فيكون الوفاء في هذا الموضع ليس على سبيل الوجوب، لأنها أمور متعلقة بالمصلحة المالية، وكل إنسان يراعي مصلحته، فقد وجد ثمنا أفضل فليس ملزما لأنه ما قد تم البيع. وإذا كان قد جاز في الشرع أن يفسخ قبل التفرق فهذا من باب أولى، ولكن إذا حصل بسبب الوعد أنه حصل خسارة على المشتري، مثلا جاء من مكان بعيد بسبب الوعد، ذهب إلى مكان بعيد يأتي بالمال فخسر مثلا بعض المال، فينبغي أن يتحمل له خسارته، لا ضرر ولا ضرار، فأنت أدخلت عليه الضرر بسبب وعدك. فلو ذهب إلى مكان بعيد يأتي بالمال خسر فيه درهما درهمين فيعطيه
الخسارة لأنه هو التساهل الذي تسبب بذلك، وإن لم يكن عليه خسارة فليس بملزم. هذا العربون إذا كان قد أعطاه بعض المال هذا يسمى عربون، يلزمه أن يفي. تعرف الناس بالعربون على أن البائع يلزمه أن يفي، وعلى أن المشتري إذا تخلف يؤخذ عليه المال. سيأتي الكلام على العربون إن شاء الله. مسألة: إذا اتفق البيعان على حجز السلعة حتى يأتي المال، الجواب: إذا عملوا عقدا وتوثيقا على إبقاء السلعة كالرهن، وإذا جاء الأجل ولم يسلم فله الحق أن يفسخ، لأنه علق تمام البيع بالثمن، وليس له أن يغير. في هذه الحالة ليست مواعدة فقط، بل حصل بيع وتوثيق، فهذا ليس مجرد مواعدة، قد أبرموا العقد وحصل التوثيق والشهادة، فهذا عبارة عن عن إبقاء السلعة كالرهن، أبقى السلعة كالرهن. ولذلك في هذه الصورة إذا زاد ثمن السلعة فمن صالح المشتري، نقص ثمن السلعة فعلى ضمان المشتري، لأن قد صارت ملكة وإنما هي وديعة عند البائع. إذا حصل تلف بدون تدخل البائع، تلف سماوي بدون تفريط أو تعدي، فتكون من ضمان المشتري، فإنه مجرد مستودع، مجرد مؤتمن. وفي هذه الحالة ليست مواعدة فقط، بل حصل بيع وتوثيق، وإنما حجز السلعة بالمال فصارت كالرهن، ما له حق أن يبيع حتى يأتي ذلك الوقت. وغالبا أن الناس لا يحجزون السلع بالثمن كاملا، قد يحجزها ببعض الثمن، كأن يقدم له ثلثي المبلغ يحجز عليه بالثلث وهكذا. وإذا كانت السلعة مما يتلف فلا بد من تحديد وقت، فمثلا معلوم أن هذه السلعة إذا تأخرت إلى نصف شهر إلى شهر تتلف، كالفواكه مثلا أو نحو ذلك من الأمور الأخرى، فلا بد الصيد أو نحو، فلا بد أن يحدده، يقول ترجع بعد 4 أيام أو بعد 5 أيام أو بدون تحديد. وأما بدون تحديد فلا يصح، فإذا خشي البائع من تلفها فله أن يبيعها من غيره، ثم بعد ذلك اصطلحوا مع المشتري الأول على أمر ما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.